أهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الاقتصاد والحياة. إذا ما أردنا وصف الوضع الاقتصادي في مصر بعبارات بسيطة فسيكون ذلك الوصف كما يلي: أزمة مالية خانقة وعجز بالموازنة وركود اقتصادي، يأتي كل ذلك مصاحبا لتضاؤل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وعجز مزمن في الموازنة. هذه عبارات بسيطة ولكن الواقع أصعب من بساطة العبارات. بين محاولة للإيقاف من وقف مشاريع دولارية وبيع أصول الدولة لإيجاد عملة صعبة من أجل سداد المديونات ومزيد من الاقتراض لتصبح مصر أكبر ثاني مقترض في العالم بعد الأرجنتين، وبعد ظهور اختلاف على السطح بين مصر وبعض الدول الخليجية، تمت التفكرة أن مصر أخذت من دول الخليج منذ عام 2013 أكثر من 100 مليار دولار كما صرحت وكالة أسوشيتد بريس. فإنه كما قالت فاينانشال تايمز أيضا، رغم كل هذه الأموال، الأزمة الاقتصادية طالت كل الطبقات في مصر وكانت الكارثة الأكبر ما صرح به صندوق النقد الدولي: نحن لا نعرف حجم دين مصر. وأصبح عنوان كثير من التقارير الاقتصادية عبارة سؤال: إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟ حول هذا الموضوع أهلا بكم مشاهدينا الكرام.